10 بتوقيت غرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من دي أم سي، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن آثار التوترات العالمية تنعكس على بلداننا الإفريقية، لا سيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة. وأشار الرئيس السيسي في كلمته أمام الدورة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة إلى أن أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا قد يكون لها تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، وتتطلب اتخاذ تدابير عاجلة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لدعم الدول الإفريقية. ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة، يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الإفريقية، لا سيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة. لتضاف بذلك إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال دولنا تعاني من آثارها السلبية. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان. وأود في هذا السياق تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا، لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا. الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الإفريقية في احتواء آثارها، وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الإفريقية، فضلا عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وأضاف الرئيس السيسي أن قارة إفريقيا تواجه تحديات كبيرة، منها شح المياه واستقرار السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن مصر حرصت على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وأطلقت مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. إن التركيز على زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي هذا العام إنما يعكس مدى الاهتمام الذي تليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، ويضعنا أمام مسؤولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الإفريقية. في ظل تحديات متصلة بالشح المائي وارتفاع الأسعار، وما يتطلب منا إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية. السيدات والسادة، إنه من الضروري كذلك في خضم تلك الأزمات المتوالية ألا ننسى التحديات الأخرى التي ما زلنا نواجهها في قارتنا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلاً عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية من انتشار الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر لعل أخطرها تهريب انتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. إن تلك التحديات تدفعنا لتعزيز التكاتف الإفريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة تتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية والتي ينبغي علينا
المضي قدما نحو وضعها موضع التنفيذ عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة. وفي هذا الإطار حرصت مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة، كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الإفريقية في المناطق المتضررة خاصة منطقة الساحل، من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريقية، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجددا. هذا وأكد الرئيس السيسي أن انعقاد المنتدى يتزامن مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، داعيا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه إفريقيا والخاصة بالتكيف مع آثار تغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له. السيدات والسادة، يتزامن انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى مع قرب استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، حيث ستمثل مناقشاتكم خلال اليومين القادمين فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي يطلع به تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في إفريقيا، لا سيما أن قارتنا تعد الأكثر عرضة لآثاره السلبية، خاصة فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية وما يرتبط بذلك من تقويض لجهود التنمية، إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية للسيطرة على موارد القارة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه قارتنا الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له وتعزيز القدرة على الصمود، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وفعال في جهود بناء السلام وضمان استدامته. والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أرحب بك معنا سعادة السفير على شاشة دي ام سي. يعني بداية مع انطلاق النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذي يحمل عنوان إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي لهذه النسخة، في البداية ما الذي يعكسه هذا العنوان على موضوعات المنتدى برأيك؟ يبدو أننا فقدنا التواصل مع سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، وسنعاود التواصل معه مرة أخرى خلال هذه النشرة. هذا وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة التي تعقد على مدى يومين تحت عنوان إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي. ويأتي انعقاد المنتدى انعكاسا لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الإفريقي خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها العلاقات الدولية، حيث يناقش عددا من الملفات منها التعاون في مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائي والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
ونرحب من جديد بسعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية معنا عبر الهاتف. أرحب بك معنا من جديد سعادة السفير. حضرتك أستاذ المشاهدين، بالطبع نتحدث عن انطلاق النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة اليوم، والذي يحمل عنوان كما ذكرنا إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي. في البداية، قراءتك لأهمية هذه النسخة تحديدا، وما الذي يعكسه هكذا عنوان على موضوعات المنتدى؟ واضح حقيقة أن هذا الموضوع في غاية الأهمية ويتطلب مثل هذا المؤتمر، على أساس أن هناك تحديات تتعلق بالسلام والتنمية، منها ما هو قديم ومنها ما هو مستحدث. نحن نعلم أن القارة الأفريقية بصفة خاصة بتواجه تحديات فيما يتعلق بعملية التنمية المستدامة التي تشمل 17 قطاع تقريبا، وأهم هذه التحديات هو الأمن والاستقرار. أن هناك يعني قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإنكار بالبشر والنازحين اللاجئين غير المشروع، فضلا عن قضايا سياسية في القارة الأفريقية تهدد الأمن والاستقرار، وهي قضايا ساخنة مثل القضية الليبية على سبيل المثال، تطورات الأوضاع في أثيوبيا، في السودان، في جنوب السودان، في منطقة الساحل، في منطقة القرن الأفريقي. فهذا فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالأمن والسلام. أما في عملية التنمية فهناك أيضا تحديات قديمة تتعلق بالديون المتراكمة على الجانب الأفريقي، هناك أيضا تحديات الخاصة بعمليات التنمية في قطاعات يعني حيوية زي القطاعات الأساسية والقطاعات الإنتاجية وتنشيط منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية، وما تتطلبه من استثمارات سواء في قطاع البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية حتى يمكن لهذه الاتفاقية أن تخرج إلى حيز التنفيذ. أما فيما يتعلق بالاعتبارات المستحدثة أو الأسباب المستحدثة، تتعلق أساسا بثلاث موضوعات يعني لها تداعيات سلبية خطيرة على الأوضاع في أفريقيا، ومرتبطة طبعا بالأمن ومرتبطة بالتنمية، ومنها الأزمة الأوكرانية وما سببته فيما يتعلق بموضوعات الطاقة والغاز والأمن الغذائي، ومنها جائحة كورونا وما أثرت به على اقتصاديات هذه الدول، وخاصة فيما يتعلق بالنظم الصحية وإنتاج اللقاحات والتلقيح بشكل عاجل، وأيضا فيما يتعلق بتغيرات المناخ، وهذا هو الموضوع الرئيسي الثالث، وخاصة وأن مصر سنعقد بها مؤتمر في نوفمبر القادم خاص بتغيرات المناخ كوب 27، وهذا الأمر مرتبط أساسا مثله في جائحة كورونا ومرتبط بمواقف الدول الغنية في توفير التمويل والتعهدات اللازمة، والتي تقدر بالنسبة لموضوع تغيرات المناخ حوالي 100 مليون دولار في السنة، بفضل عن نقل التكنولوجيا لمواجهة التحديات الخاصة بالمناخ، وهي كما أشرنا تتعلق بالطاقة والغاز وأيضا الأمن الغذائي، فضلا أيضا عن ارتباطها بالأمن المائي لأن لها ارتباط غير مباشر بهذا الأمر. وده موضوع في غاية الأهمية، لأنه له تأثير على الإنتاج الزراعي والحيواني وأيضا والثروة البحرية، هذا فضلا عن أنه له أيضا تأثير على القطاعات الصناعية الأخرى سواء المرتبطة بالأمن الغذائي أو الصناعات الأخرى التي تدخل في الإطار الإنتاجي. هذا أمر أيضا فيما يتعلق بموقف هذه الدول فيما يتعلق بجائحة كورونا، هناك التزامات من جانب الدول المتقدمة بتوفير أيضا 100 مليار دولار سنويا لمواجهة تحديات جائحة كورونا، والذي يتم الوفاء أي منهما في هذا أو ذاك. لكن أيضا أود أن أشير هنا إلى الجهود الخاصة التي تبذلها القارة الأفريقية ولمصر دور محوري فيها، وهذا صدر نشير بقى إلى الموضوعات الخاصة بدور مصر في دعم عملية مكافحة الإرهاب ومراكز لما بعد النزاعات تتعلق بإعادة البناء والإعمار، فضلا عن أنهم في هذا الصدد أيضا هناك نشاط يتعلق بمكافحة الإرهاب في إطار جماعي مركز الساحل والصحراء، وخاصة أصلا
بالتعاون في مجال المخابرات والتباهي. إذن ملفات عديدة وتحديات عديدة مشتركة بدول القارة الإفريقية، جميعها يعني ستلقي بظلالها بالطبع على هذه النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أشكرك شكرا جزيلا. استقبل الرئيس السيسي مساء أمس بمطار القاهرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع رئيس السيسي ستتناول مجمل العلاقات الثنائية، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار لصالح البلدين. تعد العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية من ركائز العمل العربية المشترك، ويمثل البلدان حجر الزاوية بالنسبة لقضية الأمن القومي العربي باعتبارهما البلدين الكبيرين في محيطهما العربي والشرق أوسطي، وهو ما يمثل ركيزة رئيسية لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها. تاريخ مشترك وأواصر راسخة وعلاقات ورؤى متكاملة تجمع مصر والمملكة العربية السعودية على مر السنين. علاقات تجمع القاهرة والرياض تتميز بالعمق والمتانة والاستقرار باعتبارهما البلدين الكبيرين في محيطهما العربي والشرق أوسطي، والركيزتين الأساسيتين ضمن ركائز استقرار المنطقة والعمل العربي المشترك. عمق ومتانة العلاقات التاريخية المصرية السعودية ازداد رسوخا وثباتا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث ترجمت هذه العلاقات عبر زيارات واتصالات متبادلة لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بغرض تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف ودعمهما في كافة المجالات. الدور المشترك للبلدين مثل عامل دعم وتوازن واستقرار لدول المنطقة بأسرها، بعيدا عن سياسات الاستقطاب أو الاحتواء التي تنتهجها بعض القوى الكبرى أو تلك التي لديها مصالح أو أهداف أو تحاول النفاذ أو السيطرة على مقدرات المنطقة. الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين في كثير من المواقف والأحداث اتسمت بالحرص على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي، وذلك من خلال التشاور والتنسيق إزاء أزمات الشرق الأوسط ومشاكله دفاعا عن قضايا ومصالح الأمة العربية. المؤكد أن تطور العلاقات المصرية السعودية انعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، خاصة في ظل تشابك وتعقد الكثير من الموضوعات والمشاكل في دول المنطقة، بدءا من الأوضاع في سوريا ومرورا بما يحدث في ليبيا وانتهاء بالوضع في اليمن والعراق. العلاقات المصرية السعودية ستبقى مثالا يحتذى به في الكثير من المجالات، سواء أكانت السياسية أم الاقتصادية أم التجارية أم الصناعية أم العسكرية والتقنية والطبية، فضلا عن العلاقات الثقافية والدينية الممتدة.
أعلن ماجد عبد الله القصبي وزير التجارة السعودي توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمته على هامش توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور وزيري الكهرباء والتخطيط ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين والمصريين. وتشمل الاتفاقيات الاستثمار في مجالات عدة منها البيئة التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومجال الدواء والتجارة الإلكترونية. أعلن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 62.1% لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال العام الماضي 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال العام 2020. وقال الجهاز إن قيمة الصادرات المصرية للسعودية بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام 2020 بنسبة ارتفاع قدرت ب 17.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرت ب 84.5%. دعا وزير الدفاع الأمريكي لود أوستن إلى تكثيف الالتزام المشترك للدفاع عن أوكرانيا. وشدد أوستن على أهمية ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ومواطنيها وأراضيها. وأعرب أوستن عن فخره بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر القليلة الماضية، مشددا على ضرورة الاستمرار في إحراز المزيد من التقدم. حذرت وزارة الخارجية الروسية ليتوانيا من عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد، وذكرت الخارجية أنه يتعين على ليتوانيا أن تتفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد، مشيرة إلى أن ليتوانيا بذلك تجاوزت كل الحدود وليست تلك سوى أعمال عدوانية. كشفت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح ولأول مرة هذا الأسبوع صواريخ هاربون المضادة للسفن ضد روسيا والتي تبرع بها الغرب. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن هدف الهجوم كان زورق القطر الروسي فاسيلي بيخ الذي كان ينقل أسلحة وأفرادا إلى جزيرة في شمال غرب البحر الأسود. يأتي ذلك فيما توقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تصعد روسيا من هجماتها هذا الأسبوع بتزامن مع بحث زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيدعمون مسعى كييف للانضمام إلى تكتل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نختتم هذه النشرة الإخبارية من دي أم سي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.